شو هو يا عم تجهزي حالك؟ السلطان عم يستناني. هو مو فاضي لك، وخاصة هي الليلة بالذات. هس عايشة، هس. شو لوين؟ ما فيك تفوتي لهون بدون إذن، رجعي لشوف. السلطان ناطرني. وقت اللي بقلك رجعي معناتها بدك ترجعي، وقت اللي بقلك تعي بتجي. فهمي الحكي ونفذي الأوامر. هلا يلا روحي. لا مو عكيفك، السلطان سليمان عم بيستناني. هيام تعالي، إذا مسؤول الجناح الملكي بيقلك لا فلازم تسمعي الكلمة. لا ما بدي. ست فريال، خدي هالمجنونة من وشي فورا. هيام تعالي معي. جلالة السلطان مع عائلته، انقلعي من هون يلا. ليكي اوعك انتبهي منيح على اللي صار، انتي الجارية المفضلة، تصرفي على هذا الأساس رح يحاولوا يجروكي لتتخانقي معهم وبيتمنوا يخلوكي تغلطي، بعدي عنهم أحسن لك. وهذا الجنان تبعك ما بيفيدك، ليش لتخانقي الرايح والجاية؟ معقولة تتقاتلي مع إبراهيم؟ شوفي هو ما بيشبه البقية، اوعي تعلقي معه، والأفضل إنك تكسبيه شو ما كان الثمن. ما تحطي راسك براس السلطانة ولا تتورطي معه، المرة اللي بتجيب صبي هي اللي بتربح المعركة، هي القاعدة، فلا تحاولي تحاربي نظام صار له 1000 سنة. قصدك تكون غبية وضعيفة. ايه شو يعني رح تموتي إذا لعبتي هالدور؟ بيجوز موت. اسمعيني منيح، هلأ بتروحي على غرفتك بهدوء، وإذا حاولوا يسمعوك أي شيء لا تردي على أي حدا منهم، بكرة حيكون أحسن.